السلام عليكم أصدقائي، شكرا على اللايكات والسبسكرايب والألف. ثانك يو وايد، ترى أنا قاعد أطالعكم وأتابعكم، أقرأ كومنتاتكم، أحبكم كلكم. بما أن عدينا 1000 مشترك بقناتي، أو ماي جاد، تخيلوا رقم 1000 وايد حلو. قررت رويبة تاخذكم وياها اليوم لزوارة. كانت لزوارة عبارة عن عيد ميلاد حسن بس، لأنه كان وايد مهم. ليش مهم؟ وفقا للعلماء والباحثين، أهمية علمية مؤكدة، إقامة حفل عيد ميلاد للطفل يعطي نتائج عدة. فحبيت أشوف هالنتائج على ولدي، وقررت أني أنا أسوي له عيد ميلاد بالزوارة. الباحثة الأمريكية تشاكلين، وهي نفس التشاكليت على هالمعلومات السعيدة، تقول لكم عيد ميلاد الطفل هو بمثابة تأكيد واضح على نموه بدرجة قد لا يلاحظها هو على الصعيد الجسدي. الوضع طبيعي يا جماعة، هذا بس راوند 1، يعني التسخين للجولة الأولى بس قبل العيد ميلاد. المهم انه كان في ورا مشروع ثيم وحركات وبالونات كبار، وكلها اختفت بالتسخين قبل العيد ميلاد. صفينا على هالبالونات كم حبة، كان شكلهم وايد مرتب، حبيت الشكل. هو بالصدق غصبا علي حبيته، لأن زين سلمت على هذيلة بس. عاشت رويه بالضحكه الجديده. نرجع حق محور حديثنا، الفوائد لا تقتصر فقط على ادراك نموه وتخطيه لعام كامل، بل تصل الى احساسه بالرضا والثقه في النفس، خصوصا بهالعمر. احرص اني اسوي العيد ميلاد واهتم بانها تكون ذكرى سعيده، لان الذكريات للاطفال خصوصا بالعيد ميلاد تزداد كل سنه سعاده. صاحبتنا تشاكلين ما غيرها تقول لكم العيد ميلاد يقوي الروابط الأسرية بين الطفل وبقية أفراد الأسرة، أو بين أفراد الأسرة وبعضهم البعض. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. شكرا أفكار كيك، كانت صج الكيكة عجيبة والفكرة أعجب من الكيكة. أكد دراسة حديثة بأسبانيا أجريت بجامعة تحديدا مدريد على أهمية الذكريات بالنسبة للأطفال الصغار. في ظل تكوينها، ذكرى إقامة عيد ميلاد تزداد للطفل كونها واحدة من الذكريات السعيدة التي قد لا ينساها الطفل يوما. بالنسبة لي لليوم ما نسيت، لأن عندي حصيلة ذكريات عيد ميلاد. شكرا يا ماما على الذكريات الجميلة، نفس الشعور حبيت أزرعه بعيالي، ودي يكون كل سنة لهم ذكرى خاصة. في النهاية، لا يحتاج الأمر إلى إقامة حفلات ضخمة لإسعاد الأطفال الصغار، فقط يمكن لكعكة بسيطة وبعض الشموع مع وجود أفراد الأسرة والأصدقاء أن يكون لهم أثر رائع على الحياة النفسية والذهنية للطفل السعيد.
صنعت السعادة بذاك اليوم حق ولدي وحق اليهال كلهم بشيء بسيط، كيكة وشوية بالونات ويمعد هاليهال، وراح تكون ذكرى ما راح تنسي.